يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول شاركتني إحدى قريباتي بشيء من المال. نعم. يقول شاركتني إحدى قريباتي بشيء من المال على أن أتجر به مع مالي. شاركتني من؟ إحدى قريباتي. قريباتي، نعم. بشيء من المال على أن أتجر به مع مالي، على أن أعطيها 5% من ربح مالها، وأن علي إرجاع رأس مالها حتى ولو خسرت التجارة إحسانا إليها، فهل هذه معاملة جائزة شرعا؟ لا، هذه مضاربة لا تجوز. إذا شرطت أنه يرد عليها رأس مالها كاملا فهذا لا يجوز، لأن رأس المال قد يخسر وقد يذهب كله، فلا يرد عليها رأس المال. إنه إن كان رأس المال موجود يرد عليها، أو موجود بعضه يرد الباقي، أما أنه يلتزم له برد رأس المال هذا لا يجوز. وأما 5% فلا ينبغي العبارة هذه. لو قال نصف العشر، لو قال التجر بهذا المال بنصف عشر الربح، لأنه 5%، 5% يعني نصف عشر الربح. نعم.